كل متابعي جريدة الوطن، احنا معاكم في فيديو جديد وقصة جديدة. فرح بنت ابوها اللي بيقولوا عليها كده البنت الاصيلة الجدعة اللي ايديها في ايد ابوها على طول وكتفها في كتفه، بتساعده مش بتسيبه، شايلة مسؤولية البيت معاه. يعني تعالوا نعرف قصة فرح كده سوا وبتعمل ايه. فرح ازيك؟ الحمد لله. في البداية كده قولي لنا انت عندك كام سنة؟ انا عندي 22 سنة، شغالة مع بابايا من صغري، كنت برجع من الحضانة على المحل، من المدرسة على المحل، لان دي مش شغلانة بابايا بس، دي شغلانة جدي، فهي الشغلانة متورثة. بتعملوا ايه؟ بنعمل ابويا واخد صنعتين، صنعة جد ابوه اللي هو ابو ابوه، وصنعة ابو مامته. ايوه، ابو مامته كان بيعمل الحلويات، الزلابية والبلح الشام والبسبوسة، وجد ابوه كان بيعمل الكنافة والجلاش والقطايف والكسكسي والمخروطة وعيش الكريب. كانش طبعا ساعتها عيش كريب، كان اسمه رقاق طري. رقاق طري، ايوه رقاق طري، بس هو الناس طوروه شوية وقالوا عليه كريب. وقالوا عليه كريب، بس طبعا في عجينة مختلفة تماما غير العجينة دي. قولي يا فرح، انت يعني ما شفتيش ان الموضوع صعب او اثر على دراستك او اثر عليكي عموما؟ ضايقتي منه في يوم؟ لا، الموضوع كان صعب وعلى طول كنت بتضايق منه من وانا صغيره، اللي هو انا بنت شغاله واقفه في المحل. كنت بتضايق جدا يعني، واصحابي ما كانوش بيشتغلوا، وكانوا اطفال، ما كانوا بيروحوا عادي في بيوتهم، وما كانوش شايلين مسؤوليه، ولكن انا الوحيده اللي كنت ببقى شغاله، انا الوحيده اللي كان لازم اروح على المحل. كنت طبيعي كان اي طفل عايز مثلا يخلص مدرسته عايز يروح يلعب او يروح يلعب، عنده درس عايز يروحه. لا، كنت انا اخلص مدرستي اطلع على المحل على طول. طب قولي لي بقى، انت دلوقتي بعد السنين اللي فاتت دي حسيتي بايه دلوقتي، ان انت يعني بعد ما بقى عندك خبره وقادره تقفي وتنتجي؟ دلوقتي الموضوع اختلف تماما. زمان كنت بكره الموضوع قوي، كنت بحس ان هو فرض عليا، اللي هو ليه. دلوقتي بقيت احب الموضوع جدا، بقيت احب الموضوع، بقيت عايزه اعرف العالم كله ان البنت مش 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 حاجه كويسه، مش حاجه وحشه. البنت حاجه كويسه لابوها، البنت سند لابوها. احنا خمس بنات، كان دايما بابا عايز ولد عشان يشيل اسمي، عايز ولد. فلا، البنت غيرت الفكره دي. البنت تقدر تشيل اسم ابوها، البنت تقدر تعمل طبعًا حاجات كتير جدا الولد ما يعرفش يعملها كمان. ما شاء الله عليكي، انت فاتحه المحل وب 100 راجل زي ما بيقولوا كده، ما شاء الله عليكي. فانا اثبتت لكل الناس ان هو لا، البنت احسن من الولد. حلو قوي. اتعلمتي الموضوع ازاي، او اول حاجه بدات تعلميها ايه؟ اول حاجه كنت مثلا اغسل العده، كنت ما كنتش عارفه حاجه يعني، طفله، فبيعلموني بقى بدايات، اللي هو احنا لازم نعمل كده، نغسل كده عشان نبتدي نشتغل، فلازم نعمل كده عشان نعمل كده. فبالتالي ابتديت واحده واحده. اول حاجه اتعلمتها الغسيل والترويق وكده، وان انا ابيع والميزان وكل ده. وبعدها بقى دخلوني ان انا اشتغل ازاي اعرف عجن. كل اللي في المحل هنا انتاجكو، انتاج ايديكو، كل حاجه. كل حاجه، كل المحل الصغير ده بينتج حاجات كتير قوي. احنا هنا بنعمل رقاق ناشف ورقاق طري وكنافه. يعني عايزين نشوف كده، في هنا كنافه، في رقاق ناشف، رقاق طري، في المشبك ده تبعكم ولا لا؟ طبعا، بس الموز ده مش تبعنا اكيد. مش تبعكم؟ لا، يعني في حاجات كتير كمان، في عيش الكريب بتعمله هنا، هو هنطلعه دلوقتي، يعني هنشوف دلوقتي. الله، شايفين؟ دول اربعه في بعض مش واحده. اربعه، شايفين؟ دول اربعه في بعض. حلوة قوي. يعني دول أربعة. قولي لي، أنت بتنزلي المحل الساعة كام؟ إحنا عندنا محلنا بيفتح من 8 لحد 11 بالليل. يعني أنت من 8 ل 11 بتبقي في المحل؟ أنا وإخواتي بنبدل مع بعض، يعني أختي عندها درس بتروح، هي أنا خريجة نظم معلومات. والله برافو عليك. أنا لسه مخرجة السنة دي، فأنا طبعًا اللي فاضية فيهم. مبروك. الله يبارك فيك. فأنا اللي فاضية فيهم يعتبر، اللي هو إيه؟ ما وراكيش دروس بقى، ما وراكيش حاجة، اقعدي. رسالة منك لباباكي. أنا بحب أبويا جدا، وهو يعني هو ربنا صح، وعلمنا إزاي نكون رجالة، وعلمنا إزاي نقف في الشارع، وعلمنا إزاي نتعامل مع ناس مش كويسة، وفي نفس الوقت
ما قعدناش من التعليم، خلانا نتعلم، علمنا ازاي نتعامل مع ناس مثقفه مع طبقه عليا غير طبقتنا، لان احنا اصلا قاعدين في منطقه شعبيه، فرب يعني بابا ربنا كويس وعلمنا ازاي نتعامل مع كل الفئات. عايز رساله حب منك لباباك. انا بحب ابويا جدا، وابويا هو ابويا هو اللي بيسندني، هو اللي مشجعني ان انا انزل شغلي، هو اللي مشجعني ان انا اصور، هو اللي مشجعني ان انا اعمل كل حاجه في الحياه، هو مصدر كل حاجه ومصدر سعادتي. ربنا يبارك لك فيه يا رب. يا رب. رساله بقى، في حد تاني بيساعدكم؟ امي على طول معانا في المحل واخواتي. والله امي على طول معانا في المحل. والله يعني انتوا الاسره كلها ما شاء الله عليها، يعني ممكن نقول عليها الاسره المنتجه ما شاء الله عليها. احنا امي واخواتي، احنا خمس بنات وكلنا الخمسه واقفين في المحلات، احنا عندنا فرع تاني كويس، فانا واخواتي كلنا متقسمين جزئين، جزء هنا وجزء هناك. ربنا يوسع عليك يا رب. اللهم امين يا رب. يعني هنا الناس حتى الجيران بيشكروا فيهم جدا وبيشكروا في شغلهم، الجوده والصنعه مفيش بعد كده، ربنا يبارك فيهم. يعني فرح واخواتها يعني مثال لكل بنت مصريه اصيله، تقدر في اي وقت وفي اي ظرف تشتغل وتكافح وتصرف وتسند على وتسند اسرتها. عايزين نقول كمان ان الشغل مش عيب ايا كانت الشغل. هي دي اللي انا كنت هقولك بقى عليها، رساله منك لكل الناس اللي بيسمعونا. ايا كان الشغل، ايا كان الشغل، الشغل مش عيب. لو بتلمي زباله الشغل مش عيب، لو بتعملي ايه الشغل مش عيب، ما تستعريش من اي حاجه. كلنا ظروفنا وحشه ومش كلنا زي بعض، ومش كلنا مولودين في فئه واحده، كلنا ظروفنا وحشه وكلنا كلنا بيكافح، كلنا واخدين ال 24 قرود، مفيش حد فينا ناقص قرود، ربنا مدينا كل حاجه. فما تبصيش، ما حدش يبص لغيره، ما حدش يقول لا ده ليه مش اغنيه، ليه ما اعرفش ايه، احنا عندنا حاجات كتير قوي لو بصيتي عليها. الغنى غنى النفوس زي ما بيقولوا، زي ما بيقولوا كده بالظبط. فالشغل مش عيب، وما فيش حاجه اسمها ما فيش شغل، في شغل. اجتهدي او اجتهد على نفسك دلوقتي وهتلاقي بعدين.